صدر عن شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات تقرير عن حدوث واقعة صباح أمس الموافق 15 يناير، وجاء فيه أنه في تمام الساعة 9:35 بالتوقيت المحلي قامت مقاتلتان عسكريتان لدولة قطر قادمتان من المجال الجوي القطري بقطع مسار طائرة الخطوط الجوية لطيران الإمارات رحلة رقم EK837 من طراز بوينغ 777 القادمة من مطار دبي الدولي ومتجهة إلى مطار البحرين الدولي، وتسلك الممر الجوي UP669 في رحلة اعتيادية مجدولة ومستوفية كافة الاشتراطات، حيث اقتربت المقاتلات القطرية لمسافة ميلين تقريبا من الطائرة التابعة لطيران الإمارات، الأمر الذي عرض حياة المسافرين وطاقم الطائرة للخطر، مما حتم على مراقبي الحركة الجوية بمملكة البحرين التدخل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الحركة الجوية. كما تم رصد واقعة مماثلة لطيران الاتحاد الإماراتي رحلة رقم EY223B المتجهة من مطار أبوظبي الدولي إلى مطار البحرين الدولي وجاري التحقيق في الواقعة. هذا وسوف تقوم شؤون الطيران المدني باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه الواقعة الخطيرة مع الجهات الدولية المعنية ورفع تقرير مفصل إلى منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو. وخلال مقابلة تلفزيونية سابقة أكد سعادة السيد محمد ثامر الكعبي وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الطيران المدني أن الرادارات البحرينية رصدت الطائرات العسكرية القطرية خلال اعتراضها للطيران المدني الإماراتي. صباح يوم 15 يناير الساعة 9:35 كان في طيران الإمارات اللي هي EK837 وهي رحلة اعتيادية مجدولة مستوفية كافة الشروط من ناحية خطط الطيران. نعم. تفاصيل الرحلة هذه تم تعميمها على الجميع بما في ذلك المراقبة الجوية في دولة قطر، وكانت في مسارها المعتاد اللي هو UP669، وهذا الممر مفتوح للحركة الجوية ولا توجد عليه أي قيود ولا توجد عليه أي ملاحظات من قبل دولة قطر ولا يوجد نشرات ملاحية تفيد بأنه هو مغلق للطيران. بالتالي ما حدث اليوم أن أثناء مرور طائرة الإمارات. نعم. اللي هي بوينغ 777 شمال قطر طلعت مقاتلتين قطريتين من الأجواء القطرية وتوجهت مباشرة ناحية طيران الإمارات. هناك أيضا واقعة ثانية. نعم. في نفس اليوم. في نفس اليوم. نعم. حدثت الساعة 10:21 بالتوقيت المحلي، وهذه المرة كانت اللي فيها يعني طيران الاتحاد الإماراتي. نعم. وهي إيرباص 320. نعم. هذه هم المقاتلات كانوا في الشمال، وبعدين لما شافوا طيران الاتحاد عملوا نوع. نعم. التتبع الطائرة. نعم. شوف الخريطة مثلا هذه، في هناك الممر الجوي UP669 اللي هو في شمال قطر، وهذا. نعم. الممر مثل ما قلت انه مفتوح للحركة الجوية، وإذا نشوف باللون الأحمر هناك في هي طيران الاتحاد. نعم. وأيضا المقاتلات القطرية أتوا من ناحية الشمال. كما أكد سعادة السيد محمد ثامر الكعبي وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الطيران المدني أن المقاتلات القطرية اقتربت لمسافة ميلين تقريبا من الطائرة التابعة لطيران الإمارات، الأمر الذي عرض حياة المسافرين وطاقم الطائرة للخطر، مما حتم على مراقبي الحركة الجوية بمملكة البحرين التدخل الفوري للحفاظ على سلامة الحركة الجوية. المراقب الجوي تدخل على طول وأوقف هبوط الطائرة الإماراتية على أساس يكون في فصل أفقي. نعم. ما بين الطائرة الإماراتية وما بين المقاتلات القطرية. نعم. طبعا هذا يعتبر تهديد خطير بالنسبة حق الطائرة المدنية، وطائرة مدنية فيها ركاب أبرياء وفيها طاقم طائرة، وجميع المواثيق الدولية والمعاهدات الدولية خاصة تلك المتعلقة باتفاقية شيكاغو تنص على حماية الطيران المدني من مثل هذه الأفعال. هذا الاقتراب طبعا هو يهدد السلامة، وأيضا احنا رفعنا تقرير إلى منظمة الطيران المدني الدولي كونها هي الجهة المسؤولة. نعم. عن قطاع الطيران في العالم كله وتنظيمه. نعم. وهي معنية ومهتمة جدا بالأمور المتعلقة بالسلامة، فتم مخاطبتهم، وأيضا تم مخاطبة المدير الإقليمي لمكتب الإيكاو في الشرق الأوسط. نعم.
وأيضا قمنا بدورنا بمخاطبة سلطات الطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، لأنهما دولة التسجيل والمشغل لهذه الطائرات. ويعد هذا السلوك العدائي القطري والتصعيد الخطير خرقا واضحا لجملة من الاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة للطيران المدني، واعتداء سافرا يهدد سلامة الملاحة الجوية في الخليج العربي ويعرض حياة الأبرياء للخطر. إلى ذلك عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية لاعتراض مقاتلات قطرية لطائرتين مدنيتين إماراتيتين متجهتين إلى عاصمة مملكة البحرين المنامة. واعتبر المصدر أن هذا الإجراء يشكل تهديدا لسلامة الطيران المدني وخرقا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مع الأخذ في الاعتبار أن بياني الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية أكد أن الرحلتين اعتيادية مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية للموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دوليا. بدورها نددت مصر باعتراض المقاتلات القطرية لطائرتين مدنيتين إماراتيتين كانتا تحلقان في المسارات المعروفة، معتبرة ما جرى خرقا للاتفاقيات الدولية والأعراف الدولية والقيم الإنسانية. وأكد وزير الطيران المدني المصري شريف فتحي أن لدولة الإمارات الحق في اعتراضها على هذا الخرق بالسبل القانونية. كما أكد مدير عام هيئة الطيران المدني الإماراتي سيف السويدي أن لدى أبوظبي أدلة وبراهين حول قيام مقاتلات قطرية اعتراض مسار طائرتين إماراتيتين، مبينا أن هذه الأدلة والبراهين سيتم تقديمها إلى المنظمة الدولية للطيران المدني إيكاو المعنية بتنظيم الملاحة الجوية في العالم وسلامة الطيران المدني. وأشار السويدي في تصريحات صحفية إلى أن الطائرات المدنية التي تعبر المجال الجوي القطري غير آمنة. وأوضح مدير عام هيئة الطيران المدني في الإمارات أن الطائرات العسكرية القطرية اقتربت من الطائرتين المدنيتين الإماراتيتين لمسافة تقل عن 400 قدم.